تعالوا نروح لإفطار المطرية، الإفطار اللي أصبح عالمي ده بجد، وبقاله مش السنة دي بس، احنا بنتكلم على أكتر من سنة، أكتر من موسم الحمد لله، وبقاله فعلا عالمي مش السنة دي بس. ده المنظر العالمي المهيب الرائع الجميل اللي هو تحس إن هو إيه، انعكاس للروح المصرية. مصر مصر يا جماعة، أنت تعرف تفرق اللي واقفين دول مين فيهم ديانته إيه؟ لا ما تفهمش، هتعرف، وكويس إنك مش هتعرف، وأنا مش عايزك تعرف، ومش مهم نعرف ولا يعنينا أن نعرف. ده مواطن مصري جميل رائع حبوب. تعالى يا عمرو اقعد جنبي. عمرو زكريا برضو كان ترابستين تحول لحدث عالمي، فطار المطرية انعكاس للروح المصرية، حاجة سكر. الكاتب الصحفي الكبير والرائع والصديق العزيز والزميل الأروع الأستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع. ازيك يا استاذ وائل؟ رمضان كريم. استاذ يوسف رمضان كريم، يا رب عليك وعلى كل حبايبك، ويا رب دايما مصر في كل خير وفرحه، ودايما كده صورها جميله ومبهجه. تسعدنا وتسعد العالم كله، وتديهم رسائل بليغه في السعاده، ورسائل بليغه في الاستقرار والمحبه يا رب دايما. يلا شكرا بينا بقى على المقدمه الجميله. لا والله بجد، ده انت اللي شكرا يعني انك معانا يعني، وننسى بقى الالقاب حبتين، ولا استاذ يوسف ولا استاذ وائل، احنا اصحاب. فوائل ويوسف بقى، نرجع للاصل. هو ده الاصل. طبعا والله، اهو الاصل بقى في الفطار ده اصل مصر والله بجد. بتشوف فطار المطريه ده ازاي يا وائل، وازاي الفطار ده اصبح حدث معروف عالميا؟ بص، هو انا عايز اقول لك على حاجه مهمه، انا من هناك اصلا. أنا انت مطرياوي؟ انا مطرياوي. احسن ناس. احسن ناس. وبعدين انا الـ 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 الشارع اللي بيتعمل فيه الفطار ده امتداد للشارع بتاعنا، يعني احنا المائده تبقى في شارع ابو طالب، واحنا في الحاره اللي قبلها على طول، فبتبقى ممتده في كل المنطقه دي، فهذه المنطقه دي اللي هي الملعب بتاعي زي ما بيقولوا. أيوة. كده دي المنطقة اللي أنا عشت فيها، ودي منطقة مبروكة جات لها ستنا العذراء وسيدنا المسيح. ما هو ده الجميل في الموضوع بقى ليه؟ لأن أنت لو بصيت لفطار المطرية ده فطار هذه الأيقونة لم تأتي من فراغ، لأني مش من باب التحيز يعني لمنطقتي، لكن المطرية من المنطقة بالمناطق الفريدة في مصر اللي فعلا لو تقول ان هذه المنطقة لها اصل، منطقة مأصلة، فهي دي المنطقة دي. ليه؟ لان مش بس ستنا مريم العذراء، ولا بس سيدنا احمد المطراوي اللي هو من آل البيت وله نسب كبير يعني ممتد، ولا بس الحضارة اللي بتشيع فيها. احنا بنتكلم على أول جامعة في التاريخ كانت في المطرية، أول نظرية للتكوين للكون كانت في المطرية، أول مدرسة اتعلمت لتعليم أبناء النبلاء والأمراء في العالم كانت في المطرية. في المطرية دي اتعلم فيها فيثاغورس، اتعلم فيها طاليس، في المطرية اللي احنا بنتكلم فيها دي اتعلم فيها فيثاغورس واتعلم فيها طاليس، وكانت مكان هارفارد كده يا يوسف، عارف اللي هو انت دلوقتي اعظم جامعه في الدنيا. وتقول لي مش منحاز يا وائل، قول يا منحاز قول. لا ما هو اللي بس عندك حق بصراحه، ده انحياز موضوعي، بدليل انحياز موضوعي جدا، انحياز لما يكون بدليل فهو فخر. صح. انا عايز اقول لك، انا في مره من المرات عملت حمله لتدريس تاريخ الاحياء في المدارس. حلوه دي. يعني لو كل حد وكل منطقه يبقى في عندها منهج لتدريس تاريخها، ده بيعمق انتمائك بالمكان، بيعمق. صح. انا دلوقتي لما اكون في مكان انا حاسس ان الشعب اللي فيه ده شعب مأصل. المطرية دي يا يوسف خليني اقول لك، دي كانت ناس، كان امير الشعراء احمد شوقي كان هناك، كان المكان اللي بيقعد فيه وبيستجم بيستلهم فيه ربات الشعر، لانها كانت منطقه كلها خضره وكلها جمال. كان الامام محمد عبده كان البيت بتاعه هناك وكان ساكن هناك. قصر الامير يوسف كمال اللي هو اتصور فيه فيلم رد قلبي ده هناك. قصر الامير وحيد برضه هناك، فاهمني؟ فانت لما تحس كده تمشي في شوارع منطقتك وحيك
وانت حاسس ان كل طوبه في الحيطان بتكلمك، ما تستغربش بقى من هذا المشهد. صح. المشهد ده اللي فيه عبقريه مصر الكبيره، الصوره الايقونيه لهذه البلد الممتده من قبل التاريخ. صح. بنفس الروح، بنفس البصمه، فيصبح طبيعي جدا انه المكان ده يتحول الى منطقه او مكان لحدث عالمي بهذا الحجم، بيعكس روح المصريين الحقيقي. وائل انا بشكرك جدا 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 على المداخله، وبالمناسبه اشكرك، انا من الناس اللي بتحب وائل، ان وائل دايما يحط لك معلومات في اي حديث، يعني لازم يدي لك معلومات زي ما اتكلم النهارده عن المطريه. وشكر حقيقي لاهالينا المصريين ولاد الاصول المأصلين في المطريه على إصرارهم اللي بيحصل، يعني اللي بيحصل ده رائع بالمناسبة.